عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله كريم. يا هلا والله مرحبا. الله يحييك ويصبحك بالخير يا أبو سامي. الله يصبحه بالخير. الظاهر أنك جاي تسأل عن معاملة نقلك في الرياض، صح؟ لا، أنا جاي بعترف. تعترف؟ وش تعترف فيه؟ أنا اللي طفيت الكهرب على الديرة البارح. وشلون؟ بل شريت لي ميكروويف الله لا يعيده ولا ساعته، ويوم حطيته في المطبخ بتسخن لي شوي أكل، يوم دريت يوم قال طرط ويطلع شرقه، يوم طلع شرق ويطفي الكهرباء على الديرة كلها. ويقولون بعد سمعت إن في ناس ماتوا في المستشفيات والبزارين في الحاضنات ماتوا ومساجين ربهم من السجن. ضحكتني يا كريم. وشلون انحاشوا من السجن وشلون ماتوا بالمستشفيات؟ اسمع ولا اخوك، المستشفيات ما مات فيها احد، تدري ليش؟ لان فيه مكاين تشتغل بمجرد ما يطفى الكهرب اوتوماتيكيا، هذه واحده. ثانيا، السجون اطفالها ما هي على الكهرب الله يسلمك، عاديه. وشلون ينحاشون يا ابن الحلال؟ انت ما انت بسبب. صحيح. لا، وزيدك يا كريم من الشعر بيت. في لي صديق يشتغل في شركة الكهرباء مهندس، بمجرد ما طفى الكهرب سألته وقلت له يا فلان وشلون طفى الكهرب؟ قال صار فيه ضغط على واحد من التوربينات وانفجر، ويبي لنا 3 ساعات 4 ساعات على بال ما نحط الاحتياطي ويشتغل الكهرب. هذا اللي حصل كله. يعني مو هو بنا السبب؟ لا، مو هو بنت السبب يا كريم. طمنتني الله يطول بالك. السلام عليكم. وين يا كريم؟ طال عمرك فيه مزرعة بروح اكشف عليها. خذ هذا ملف المزرعة الثانية، اكشف على الثنتين وجيب لي فيها تقارير. تامر امر الله يسلمك. السلام عليكم. الله يوفقنا وياك ان شاء الله. السلام عليكم. هلا كريم. هلا اخوي سليم. يلا حيه، شلونك؟ لا بس حبيت اعلمك، بعد التمحيص والتدقيق طلعت مو بنا اللي مطفي الكهرب ولا مات احد. قايل لك بس انت الله يهديك ما صدقتني. اللي اسمع بس، وش رايك تروح معي وتخت معي للبحرين؟ لا والله انا ابنقز للتوبرين. اي عندي مزرعه بكشف عليها بعيدتن شوي. اقول خلي التوبرين ينفعك. وش ناقصين احنا بالران؟ ناقصين بالران؟ لا بس بطلع، بس يبينا شوي رطوبه نتنفى. يلا مع السلامه. امان الله. حي الله سليم. يلا حيا. يا هلا والله. شلونك؟ الحمد لله. الله يسلمك. الله يبارك. اصبر بس بجيب مفتاح خزنه واجي. زين خير. وش جابك وراي هنا؟ رح اقعد في السيارة لين اجيك. ابشر. حي سلمك. تعودنا عليك كل ما جيت. الله يسلمك. هذا ابو سعد، هذا فاتح حساب عندنا ب 17 مليون، تصدق؟ ما شاء الله. كاش اقول لك، كاش بس شارط يقول ابعد الفلوس عندكم كل يوم، هذا غير ترى الحسابات اللي عنده في البنوك الثانيه. طيب اذا هذا وضعه، اقول اعدادته فلوس. والله قاعد اقول انا نبينا نجيب له واحده بس صغيره دي نعطيها، ايش رايك؟ اي هذه كويسه. خلاص نقول سام. السلام عليكم يا شيخ. لا تخله الله يهديك، خله عند هذا يا ابو سعد، استاذ صالح مدير الفرع حقنا. انا ما اعرف في هالبنك الا انت. 35 ان شاء الله. اقول يا شيخ اذا خلصت عد تفضل عندي المكتب، تقهوه، قهوتك موجوده. سامح.
ويقول عاد يقول يوم شافه كذا يقول عاد يجيب لك شو اسمه العدادة الفلوس عشان تقعد تعد الفلوس. السلام عليكم. بس شغل يو سبيك انجلش سم بس كلام سيارة شغل هنا صديق سيارة شخص يلا دفتر يلا واحد شغل ون No. Speak. No. Bring. Me. سيارة. أنا جيب. والله النشبة ما في شبكة
كلنا اجتماعنا عقب العشاء ونطلع من هناك على الاستراحة. عشاء خفيف كذا. يلا يلا، مع السلامة. أقول الساعة 12 يعني موعد الخدتها الحين، يعني ودي أخد. يا سلام، مش المشكلة، خدت ولا همك أحد، مع السلامة. يعني تبي تغطي عني ولا فيها إحراج؟ آه وش هالكلام، إحراج وإحراج لا يهمك أحد، بس تروح ترجع بالسلامة. يعني الحين ظنك المدير يعني ما يسأل عني؟ لا يهمك، أنا شفت جدول أعماله اليوم، الساعة 1 عنده اجتماع وعنده غدا عمل إلى نهاية الدوام. إذا سأل عنك أحد أقول في اجتماع إلين ينتهي الدوام. طيب أنا بعطيك المفتاح، بس تعرف أنا مستعجل الحين، لازم أمشي، أنا وراي يعني رحلة دولية. سم تروح وترجع بالسلامة، بس أمانة تجيب لي معك حلاوة بحرينية. أبشر والله بكلش. مع السلامة. مع السلامة. تروح ترجع بالسلام. باي. السلام عليكم. عليكم السلام. طول استاذ منصور. لا لا خلاص، بس عندي شويه اوراق هنا اشغلتنا. ما احنا اقول لك اسمع، روح للمطعم جيب لنا اكل، لا تروح لهذا القريب، اكل ما ينفع، اللي هناك بخاري مضبوط، خذ جيب لنا اللي تبي، يعني انا وياك ها ان شاء الله، وخذ الباقي لا ترجع. اسمع، خذ هذا ارميه. ها والله ماني مصدق اني حي ابو ظالي. الفضل لله ثم لك يا ابو ظالي. ما جمعوا على الخط، ما عليك يا جمعوا، ما داني. سبحان الله يا ابو ظالي. اقول لك ما داني، ما جمعوا، ما وهوجس ابنكس لا وامش. سبحان الله، مكتوب اني اجي. والله مكتوب، صدقت يا ابو ظالي.
الله فكك يا كريم، الله اللي فكك. والله يا مر علي ليله يا ابو ظاري، شفت فيها وحوش الدنيا كلها، اللي عندنا واللي مو عندنا، اضباع وذيابه وسود ونمور، كلهم قاعدين حول السياره كانهم يحتروني انزل عشان ياكلوني. وسود يا كريم؟ بلى والله من الروعه يا ابو ظاري، من الروعه. خلني هالحين بستاذن بروح اجيب موتري. ها موترك عند الباب مظبط مكمل من جميعه، ما يبيلك شيء. والله يا انك فشلتني يا ابو ظاري. ها مش وين تقول عن اخوانك قريب؟ هلا ما شاء الله وش ذا الرجال. لا تلوشوا لا تلوشوا ما 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 لا تلوشوا ما 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 لمسوش بس رن بس ما جيتوا؟ لا والله ما لمسته. ما نغست القوم ما جيت شيء؟ لا والله لا جيت القوم ولا جيت شيء. ما لمس شيء ابد والله. هذا انا على حقه يدق قاعد، حتى فنجاني نزلته. ايش 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 ما سويت شيء انا. ها هلا ها بوي شلونك ما ترد؟ ها انت انت اللي حكيت معي. اي زين هو لا لا اسمي مواجه. ايه ايه ان شاء الله ان شاء الله. ايه ايه يا مال الكريم ما مثله عبيد هو اللي جاب سيارته. لا عبيد عبد ما يبيله شيء، ما يبيله غزبي عبد ما نشرنه إيه؟ بس تنغزوا وجاوك. ايه لا ما مثله معروف معروف. هذا اختراع عظيم، شيء على الاقمار الصناعيه وشيء في وسط المدينه ما شاء الله. برخبيره ما شاء الله. ايه؟ ما شاء الله عليك. لا زينه لا بغيته. ها ايه؟ انغزه ايه؟ واكل مع بيض وزين كلش ما شاء كل اللي تبي ما شاء الله. اجل خلني لا لا خلو 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 بحط رقمي لك بس رقمي انا. لا رقوم عند عبيد كلهن. طيب واذا بغيت تتصل علي وشلون؟ اتصل عليك؟ اتصل مع عبيد وعبيد يتصل عليك وانت تتصل علي. واذا بغيت انت تتصل علي؟ اكلم عبيد وعبيد يقول لك وانت تقول لي. طيب وشو له هاللفه دي كلها؟ ما اعرف له يا اخوك. ما بك الخط انا يا كريم. ما ادري من بكلمه. حكي مع عبيد وبس. والله يا انك حبيبي يا ابو ظاري. ها اختي نامت؟ ما ادري عنها بفراشها. حسا اخذت دواها. ايه زين وراس تقولينها من غير نفس. استغفر الله. قومي 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 تحركي شوي من عند الباب. اهل الحريم ذولي غثونا. هلا هلا. السلام عليكم. شلونك؟ الله يخليك. شلونك؟ عساك بخير. الله يسلمك. شو اخبارك؟ والله الحمد لله بخير. شلونك؟ والله بخير. الله شلون عيالك طيبين؟ الحمد لله بخير. تسلمين. مساك الله بالخير يا خالد. هلا والله. هلا بنطيفه، كيف الحال؟ شلونك؟ وشلون رجلك؟ عساك بخير. الحمد لله بخير والف نعمه. طيب تعالي اجلسي اجلسي خلنا نشوفك. اجلسي. ابى اروح اشوف خالتي. بس قلت ابي اسال عن سليم، تدري عنه ولا لا؟ وش فيه سليم؟ لي يومين وانا ادق على جواله وهو خارج الخدمه،
أروح له في شقته ما هو موجود، والمشكلة إن سيارته واقفة قدام العمارة. هذا أخوك سليم، هو جاهلت كل نهار تسده يطلع من البيت ويهف ما ندري وين رايح له. مش ما تدرين عن أخوك؟ ما أهتن عنده أهل ولا يزهم ولا ندري عن شيء نبت. خلاص أجل أحسبك تدري عنه، قلت أبي أطمن، خلنا روح أشوف خالتي قبل أتنا. يلا عن إذنك يا خال. بلاري هلا هلا ومرحبا. عفاك وش هذا؟ هذه خضرة من مزرعة توني كاشف عليها. اي هذا كله سماد بلدي، ما في كيماوي ما في شيء نبت. بركيك يا اطعطرك. صندوق لك وصندوق لي. يلا انا استاذنك. تعال ها تفضل. والمة والمة والمة. بسم الله. الحين يا ابو ضاري الله يسلمك، بلا ما دام عندك حوشن سبيل وفيها البعارين، ما تاخذ لك قرض، قرض من البنك الزراعي وتسوي لك مزرعه. ما اعرف لها بعارين وغنم، ما اعرف الا الحلال. يعني زراعه مالك فيها؟ لا بالله مالي. والله ما شريك بعارين ما اعرف للبعارين. كله كاره يا كريم. صحيح كله كاره. السلام عليكم. السلام. لو سمحت تفضل معنا. وش سويت؟ لو سمحت تفضل معنا. شكلكم غلطانين يا شباب. لو سمحت تفضل معنا. تفضل لو سمحت. أقولك والله ما شرط هذا اللي شرط هذا. بهدوء من غير شوشرة تفضل معنا. يقول إنك. لو سمحت تفضل معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام يا هلا والله بالغالي. حي الله عبد الكريم. الله ما يحييك، إن طلبتني طال عمرك. اي نعم، اول شيء ابى اقول لك الحمد لله على السلامه. الله ما يسلمك. ثانيا ابشرك مؤامره نقلك للرياض وافقت عليها الوزاره. جانك للرياض؟ الرياض لا، وابشرك انهم رفعوك مرتبه بعد. الله يبشرك بالخير، كل هذا فضل رب العالمين ثم التقارير اللي ترفعها عني. ابشرك، جميع الأدلة اللي قدامي وصور كاميرات البنك الداخلية تثبت بأن سليمان ما له دخل في السرقة، وأن زميله منصور هو المتهم الوحيد. في الحالة هذه يقدر يطلع سليمان من الحجز، بس بشرط أنك تجيب له كفالة حضورية. ها مستعد تكفل كفالة حضورية؟ وش أسوي؟ أكفله؟ هذا يتيم ما له في هالدنيا إلا أنا يا خالة، ولولا ما عزت المرحومة الله يرحمها أختي لا خليه يجلس عندكم في هالحجز لين ما يودود. لكن وش اسوي؟ الله اقوى. هذه الدنيا عطني ولا عليك امر، الاوراق اقراها اول ثمين اوقع عليها. بسم الله. اجل خلاص، عاد بنقشك يا كريم. اي والله
الله يسر امرك وسهل ان شاء الله. ايه عسلك عزوه بالرياض اهل. ايه الله يسلمك، عندي اخوي سليم وخالي وخالتي الحمد لله. بس انا تصدق ابو ضاري ما كان ودي اني انقل للرياض، ودي بالديره، تعرف الرياض زحمه اضيع فيها. العزوه زينه يا كريم، انا من اول والله لو يعطوني اللي يعطوه اني اترك اعراض والله ما اترك، لكن يوم قدر الله وراح ضاري وراحت امه هالحادث، هالحين تساوت اروح للي اروح له هقعد ما عاد، بس انا هالديره ما عاد لي خاطر. يعني هالحين يا ابو ضاري ام ضاري ضاري متوفين؟ ايه بالله يا كريم ماتوا بهالخط اللي متغرس به الله يرحمه. ما تخبر يوم اقول لك هالخط ما دانيه ما دانيه يا كريم. الله يعيد الله يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته. امين امين ولا يجيك مكروه. امين الجميع. انا قبل ما ترخص يا ابو ضاري ودي اسالك سؤال. انش يا اخوي الجو حر وانت ملعن ضو وفراء. ها وش زين عليك كلش تعرق تعرقون ما مثله اي ما مثله. يا رجل انا ترخص انا والله قبل لا تروح يا كريم سم ابيك تاخذ هالفروه اتعرق. لا جديده سم انا ما تخليها لك. لا 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 عندي هذا ما مثله يا اخوي كل فراك مشققه. لا 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 هذا كباب انا اخذته معي علشان لا ما مثله. لا بلا والله تاخذها. لا هذه مشقه مشقه. لا 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 غيره ذا. لا 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 هذه جايبها لي ابو سلمى من ارضه. غرفه؟ ايه ارضه بتركيه ما تعرفها. ايه ارفع انا مثله هذه ايش ما اعرفه. لا ما شاء الله ما جديده. يلا اجل ناخذ الفروه وانت عرق وولع ضوء. في امان الله. هلا هلا على خير. هلا ولا وصي. انت عرفت ابو سلمى؟ لا يم الحوش اللي النور على العمود صح اللي فوقه صح. اي نعم سم. بس لا وصيك يا ابو ضاري متى ما وصلت الرياض حول الرياض ترى لك اخو. الله يسلمك. اكيد اكيد ماني بناسي فضلك علي ابد. واوي في امان الله. يا هلا حياك الله. معك معك انا اتعرق من هالحين ولا سلام عليك يا كريم. هلا اخوي سليم. انا عند البقاله اللي وصفتها لي في حي الصحافه. سم انا بانتظارك بانتظارك. يلا حية يلا حية. شلونك؟ خير الله يسلمك. والله ماني مصدق والله ماني مصدق. كريم ايه كريم ايه والله يا ربي يا عندكم زحمة في الرياض شي 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 بعد هاليومين اللي صار الرياض ما ينبغى ما ينبغى. وين القطارات اللي يقولون عنها؟ اي قطارات والله. لا ما في قطارات. يلا حية يلا حية. وش الزين وش الزين لحظة زغاديدك صايرة وش 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 ملعك تغير مرة زاين زاين. لا اله الا الله. انقلوني للرياض وزودوني درجه. صدق مره مستانس انك تمسك الرياض. الله يسلمك. بس تصدق اخوي سليم صار عندي مشاكل. رحت مره اكشف على مزرعه. رحت اكشف بسيارتي. ايه واغرز. يوم غرزت ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. واقفين تسولفون هنا والمسجد جنبكم يصلي؟ يلا اركبوا.